مساء الخير جميعا. أنا اسمي سماح بدوي، بدرس إيكونومكس وبزنس من حوالي 14 سنة. بدأت التدريس في الأكاديمية العربية للملاحة، بدأت في كلية النقل الدولي واللوجستيات، وبعدين عملت كارير شيفت للآي جي سي اس اي، درست فيها إيكونومكس وبزنس في أكتر من مدرسة زي دار التربية زمالك، منارة الفاروق، إنجلش سكول، كايرو بريدج سكول، نور انترناشونال سكول، وكمان أنا سي آي إي كامبريدج إكزامينر في البيزنس. بالنسبة للإيكونومكس، هي مادة بتشهد في الفترة الأخيرة في خلال الثلاث سنين الأخيرة إقبال شديد من الأولاد، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي الكيرف بتاعها مش قليل، وعدد الولاد اللي بيقدروا يحوزوا على الستار والA أو 9 و8 و7 كمان مش قليلين خالص. طب بندرس إيه في الإيكونومكس؟ الإيكونومكس في الأو ليفل هو 6 يونتس، منهج صغير قوي، في يونت بتبقى في حدود 4 أو 5 صفحات، وفي يونتس بتوصل 25-28 بيج، مش بالعدد طبعاً ولكن بالمحتوى. It's an interesting subject زي ما قلت لحضراتكم، وإحنا بنتكلم فيها عن اقتصاد الدولة. بنتكلم يعني إيه اقتصاد أصلاً؟ بنتكلم على احتياجنا للمادة، سواء المادة دي كانت في شكل فلوس أو equipment وماشينري. كمان بنتكلم على أشهر حاجة في الإيكونومكس which is the demand and supply، والديماند والسبلاي ده بيبقى على مستوى البني آدم السيتيزن العادي، أو ديماند وسبلاي بيأفكت جوفرمنت، وديماند وسبلاي بيأفكت فيرمز أند كوربوريشنز. بنتكلم على السيتيزن دون كوركر، بنتكلم عليه كإمبلوي، بنتكلم عليه كديسيجن ميكر للبزنس لما بياخد قرار إنه يشتري حاجة زي عربية أو يشتري بيت، إزاي ده هيأثر على البيزنس أكتيفيتي. بنتكلم عليه كسيفر، وبنتكلم عليه كديسيجن ميكر إنه يعمل سيفينجز. بنتكلم في جزء الماكرو إيكونومكس عن الجوفرمنت والورد إيكونومي، بنتكلم على الإيكونوميك ديفلوبمنت على مستوى العالم وعلى مستوى الدول، من ناحية الـ number of population، الـ population structure، الـ birth rate والـ death rate، الـ international trade and globalization، وده بنتكلم فيه على الـ trade balance بتاع كل بلد، وإزاي بيقدر الـ government to decide if the balance of payments أو الـ trade balance is in a good condition or it needs to reconsider. كمان بنتكلم على الإكستشينج ريت وإزاي بيتحدد وإيه العوامل اللي بتتدخل في تحديد الإكستشينج ريت. بنتكلم على الجلوبالايزيشن طبعاً which is the major topic nowadays في أي trade، وإيه الفاكتورز اللي بتأفكت الجلوبالايزيشن، whether globalization is good or bad for some developing and developed countries. ده كده السيلبس ان شورت. تعالوا نروح للاسسمنت. الستودنتس بيمتحنوا تو بيبرز في الايكونومكس، اكتر واحده هما بيحبوها المالتيبل تشويسز، ودي بتبقى 30 ام سي كيو بيتحلوا 45 مينتس، عليها 30% ويت. هي 45 مينتس 30 ماركس 30% ويت. Paper 2 a bit longer, it's 2 hours and 15 minutes, the weight بتاعها 70% عليها 90 marks. في paper 2 احنا عندنا option حلو قوي، وهو ان الexaminer بيديني 1 obligatory question و 4 questions اختار منهم 3. So you still have the opportunity to skip topics اللي دمها تقيل شوية بالنسبة لبعض الستودنتس. الجريت ثريشولد او الليتست ماركس الباوندريز بتاعتها كانت ايه؟
زي ما حضراتكم شايفين الكيرف مش قليل، الـ A star من 73%، الـ A كانت 61%. تعالوا نشوف الـ students اللي دخلوا الـ exam في مارش 21 كان إيه الـ performance بتاعهم. تقريبا 20% قدروا يجيبوا star، و 12% up to 13% جابوا A، فكده التوتال تقريبا 32% جابوا ما بين A star و A. طيب الكورس بلان بتاعنا في اكتوبر نوفمبر سيشن بيبقى 3 sessions per week، Saturday, Monday and Wednesday 9:30 a.m. الماتيريال اللي بنستخدمها كل ستودنت فينا في الكورس بتاعنا هي النوتس، وانا بحتاج النوتس بس تقريبا، ما بنستخدمش اي تكست بوك. معايا كمان الكلاسيفايد افتر ايتش يونت، ده بيبقى من الام سي كيو كلاسيفايد، ومن الاستراكتشرد بيبر كمان في كلاسيفايد. كمان بعد كل يونت بيبقى فيه solved examples على كل question type. احنا عندنا questions من 2 marks up to 8 marks. كل type of questions دي بيبقى عليها solved examples في كل يونت من ال 6 units بتوع ال syllabus. طيب هم progress ازاي؟ الفولو اب بلان بتاعتنا بيبقى فيه ويكلي كويز، احنا بناخد 3 سيشنز بير ويك، بعد ال 3 سيشنز بيبقى فيه كويز. بعد ما بنخلص اليونت اخذت بقى 2 ويكس، اخذت 1 ويك، احنا في بيج اكزام ات ذا اند اوف ذا يونت بيريكاب كل التوبكس ذات وير ديسكاست ان ذا يونت. طيب انا خلصت يونت 1 و 2، لما هاجي امتحن في يونت 2 همتحن يونت 2 بس؟ لا، هنمتحن من يونت 1 ل 2 and so on. يعني لو انا في يونت 4 وخلصتها همتحن from 1 to 4. طيب ازاي هن communicate؟ You can communicate with me directly through mobile phone. ممكن ت communicate بالواتساب، ممكن ت communicate على الايميل. في واتساب جروب للستودنتس وواتساب جروب للبيرنتس. انا موجوده على تو جروبس والاسيستنتس بتوعي، وبنكوميونيكيت معاكم اول ذا تايم، بنكيب يو ابديتد كبيرنتس طبعا بالبرفورمانس بتاع اولادكم. يعني يمكن انا شويه كمان نمكيه، يعني ممكن تلاقوا مسج كل يوم. في اسيستنت كواليفايد اسيستنت كانوا اتشيفرز، أو لو مش achiever فهو A star student. لكل one of my students لي assistant بيفولو أب معايا، هل سلم الهومورك، هل اتأخر، أي حاجة محتاج يعيدها تاني كفهم أو شرح أو حل، أنا موجودة والassistants موجودين. طيب التايم لاين بتاعنا، السيلابس والكلاسيفايد will be finished by the first week of September إن شاء الله. وأنا بخلص السيلابس والكلاسيفايد ببتدي الريفيجن in the same week. امتحاناتنا إمتى؟ السنة دي هم مأخريننا شوية في نوفمبر. بيبر 2 اللي هي الستركتشرد اللي مدتها ساعتين وربع هتبقى يوم 25 أكتوبر. في فترة طويلة قوي بينها وبين الـ MCQ paper. الـ MCQ هتبقى في 15 نوفمبر، فاحنا عندنا وقت طويل قوي نريفايز في كل الـ MCQ اللي عدت علينا. طيب قبل ما ابتدي التوبيك اللي هندسكاست النهارده اللي هو الـ Factors of Production and Opportunity Cost، لو حضراتكم عندكم أي أسئلة please feel free to ask. business ولا economics أسهل؟ okay. طيب الـ economics مفهوش التكنيكاليتي of answering زي الـ business. يعني إن شاء الله لما نبتدي ممكن طبعا تاخدي session تجربي فيها ده وده وتعرفي بنجاوب إزاي في الامتحان. الايكونومكس بناخد structured questions بنتعلم نكتبها ازاي،
بس ما بتحاسبش على كل كلمة بنفس الطريقة اللي بتحاسب بيها في البيزنس. البيزنس شوية ستريكت في بكتب ايه، كل اللي بكتبه بكتب اللي الاكزامينر عايزه بطريقة معينة بنتعلمها طبعا عشان اقدر اسكور بيها النمر بتاعتي. الاتنين قريبين جدا من بعض ككونتنت، بيعتمدوا طبعا على الفهم، مفيش اي حفظ لا في البيزنس ولا في الايكونومكس معايا. كامبريدج او ايدكسل، انا very much into Cambridge. ايدكسل as a syllabus it might be easier، بس ك corrections of the exams و grading system Cambridge is much more fair. انهي محتاج رايتنج اكتر؟ بزنس. Yes. Any other questions? Is it possible to talk, to take, yes, to take both in the same session? Yani you will be making a wonderful choice to do so. لأن الاثنين actually فيهم lots of common areas. فهتلاقي نفسك في حاجات كتير ما بتذاكريهاش مرتين. بنذاكرها مرة واحدة. هي بتتاخد في البيزنس وفي الايكونومكس وبنفس الطريقه، فبنذاكرها مره واحده. فيو سيف لوتس اوف تايم اند افورت اوف كورس. يس يو كان تيك بوث سبجكت ان ذا سيم سيشن. في مواد كتير كويس ان انا اخدها مع بعض، مش بس البيزنس والايكونومكس. بيزنس ايكونومكس اكاونتنج سوسيولوجي، انا ما بديش اكاونتنج سوسيولوجي باي ذا واي، بس الأمانة تقتدي إن أنا أقول المواد القريبة من بعض كناتشر. What subject is easy to take it for November, business or economics or environment? Environment that also be environmental management. Okay. يعني أنا ما أقدرش أقول لك تاخد إيه وما تاخدش إيه، بس زي ما كنت بقول المواد دول، الأربع مواد دول قريبين من بعض جداً. في حاجات فيهم common فمش بتتذاكر كذا مرة. أنا مش خبيرة في environmental management، بس أعرف إنها as a subject it's a very concise, it's a small one. Anytime. Okay, I'm waiting for other questions. Okay. نروح للإكزامبلر توبيك اللي اخترته النهاردة، وهو Factors of Production and Opportunity Cost. For any business, for any firm to start producing, for the economy to start producing, there must be elements that help decision makers to produce goods or services. خلونا نتفق على إن إحنا as a business or government we are producing services or we are producing tangible products. ايه هي الفاكتورز او الاليمنتس that are necessary to use for production؟ They are land, labor, capital and enterprise. Land is not just a surface of land, it's soil. It's not just the soil. Land is all what grows on or beneath land. يعني لو اتكلمت على ال sea or river ده land، لو اتكلمت على ال trees this is an example of land، لو اتكلمت على ال oil in its crude form crude oil this is a land. كل raw materials اللي found inside land is part of the land. يبقى land هو all what grows own, on or beneath land. A reward بتاع land ايه؟ يعني انا لو عندي قطعة ارض ومش هستخدمها تقدر تدخل لي income؟ Oh yes, there is an income from land. ايه الincome اللي ممكن تدخله land؟ A rent. This is the simplest way. انا ممكن اجر الارض بتاعتي والايجار اللي هيدخل لي which is rent is a reward from land. طيب اللاند بقى هل هي موبايل كانت موف؟ فقال لك اللاند دي it can move بس in what sense؟ Physically, geographically, it is immobile. Land do not
does not move, does not change place. It is geographically immobile. However, it's occupationally mobile. اليوس بتاعها can be changed. يعني أنا ممكن النهاردة أستخدم قطعة الأرض دي علشان أبني عليها مصنع، ممكن أستخدمها كمزرعة، ممكن أستخدمها أبني عليها restaurant. فاليوس of land is occupationally mobile. أنا ممكن أستخرج بترول من مصر وأصدره أمريكا. So land is occupationally mobile. However, it is geographically immobile. The first factor of production, which is land. The second factor of production, which is labor, is all human mental and physical effort. يعني أنا وأنا قاعدة دلوقتي بعمل session, virtual session, أنا كده example of labor. I am mentally exerting effort, I am physically exerting effort, فأنا كده example of labor. Labor is both occupationally and geographically mobile. The worker can change place. النهاردة أنا بشتغل في القاهرة، ممكن بكرة أشتغل في أبو ظبي بره البلد خالص، ممكن أشتغل جوه البلد بس في محافظة تانية. So I'm geographically mobile. طب occupationally، أنا شخصيا عملت الـ occupational mobility ده. I shifted career. So I'm occupationally mobile. أنا ممكن أكون بشتغل translator النهاردة، ممكن بكرة أبقى teacher. فده نوع من أنواع الـ occupational mobility بتاعة الـ labor. Shifting career is a type of occupational mobility. طب الـ labor ليه reward، ليه income؟ Yes, the income for labor is the wages. What he earns from working is wages or salaries. This is the reward for labor. The third factor of production is the capital. And by capital here, we mean equipment or machinery, not necessarily money, as in finance, for example. احنا لما بنتكلم على الكابيتال في الفاينانس بنقول ان هو راس المال، هو ال funds used to buy the factors of production or to pay for the factors of production. The capital في الإيكونومكس هو ال machinery and equipment. And the reward for capital is interest. الفايدة اللي بناخدها من البنك على الودائع اللي بنحطها، أو لما بناخد bank loan بندفع فوائد. الفايدة بالنسبة لي أو ال interest is a reward for capital. لأن لو معايا فلوس ممكن أقرر أشتري بيه equipment للبزنس بتاعي، أو أحط المبلغ اللي معايا ده في البنك which is the safest investment، واخد عليه reward which is the interest rate. طيب الـ capital is it mobile؟ Again we will ask ourselves mobile in what sense؟ Is it geographically ولا occupationally mobile؟ الـ capital can be geographically mobile. How؟ الإكويبمنت اللي بستخدمها في مصر ممكن بعد فترة أصدرها لبلد تانية as used equipment، وممكن أنقلها من مكان لمكان تاني. حتى المصانع دلوقتي بيفكوا الماشينري بتاعتها وبينقلوها لبلاد تانية. طيب occupationally mobile could be الكمبيوتر اللي أنا بستخدمه for teaching، ممكن أستخدمه لأي purpose تاني وبرضه يدخل لي income، فبالتالي الـ capital ممكن يكون occupationally و geographically mobile. الـ enterprise بقى، الـ enterprise أو الـ entrepreneur is the decision maker and the risk taker. ده الشخص اللي بيبقى عنده الـ enthusiasm إنه ياخد الـ risk of making business. وهو اللي من غيره الـ three other factors of production remain idle. من غير الـ entrepreneur أو الـ enterprise مش هقدر coordinate ما بين الـ other three factors of production. هو المخ، الباقي ده كله ممكن نعتبره العضلات، بس هو ده المخ بقى. هو الـ planner، هو الـ decision maker.
ايه الريورد بتاع الانتربرايز؟ انا كانتربرينور انا النهارده قررت اعمل بيزنس وهبتدي اهاير وركرز وادور على لاند واشتري اكويبمنت وماشينري، ايه الريورد بتاعي؟ الريورد اللي انا مستنيه هو البروفيت، الاوبتيمم ريزلت البروفيت. فيس الانتربرينور هو الموست امبورتنت فاكتور اوف برودكشن، اتس ا سبيشال تايب اوف ليبر، الريورد بتاعه از ذا بروفيت. طب ليه دايما بحب اشرح الاوبورتيونيتي كوست مع الفاكتورز اوف برودكشن؟ عشان الاوبورتيونيتي كوست دي حاجه احنا بنقابلها في حياتنا كل يوم، ده الايكونومكس داخل في حياتنا اليوميه. ايه الاوبورتيونيتي كوست؟ تعالوا ناخد اكزامبل ان انا عندي ساعه النهارده هقضيها من 8 ل 9، ممكن اكون بسمع سماح في السيشن اللي بتكلم فيها على الايكونومكس، او ممكن اكون بتفرج على ماتش تنس في التلفزيون. ايه اللي عندي ليميتد؟ ايه اللي عندي حاكمني في الاختيارات دي؟ الوقت. My time is limited. انا نفسي is a limited resource. انا ما اقدرش اتواجد في الاثنين في نفس الوقت. فبالتالي انا كده ما بين اختيارين. اختياري للسيشن النهارده بتاعت الايكونومكس هيضيع عليا ان انا اتفرج على ماتش التنس، والعكس صحيح. وانا في الكونديشن ده الايكونومست بيقولوا على الكونديشن اللي انا فيه ده opportunity cost. فين الopportunity cost؟ the cost of choosing the economic session is sacrificing the tennis match and the other way around. It goes the same way لو أنا معايا 500 جنيه ونازلة أعمل شوبينج. ال 500 جنيه is a limited amount of money، مش هتقدر تكفي أشتري بيها كذا آيتم وسعرهم بيوصل ل 500 جنيه. فلو أنا عندي two items، skirt و shirt، كل واحد فيهم ب 500 جنيه، I can either buy the shirt and in this way I will be sacrificing the skirt or the other way around. So the opportunity cost is the cost of the second choice that you forego to or let go by choosing the other alternative. يبقى احنا طول الوقت، طول الوقت من اول ما بتصحى لحد ما بتنام وانت in a situation of an opportunity cost. يبقى لو انا النهارده عندي business ومعايا amount of money هبتدي بيها business، يبقى انا في opportunity cost ولا لا؟ لان انا بختار ما بين ان انا افتح restaurant او ان انا افتح supermarket. ما اقدرش اعمل الاثنين عشان انا عندي limited amount of money، وهما الاثنين كل واحد فيهم هي consume this amount of money. فانا ما اقدرش اخد the two decisions. I must decide between the two options. بس كده انا كده شرحت الفاكتورز اوف برودكشن والاوبورتيونيتي كوست which is a basic topic in economics. I am ready to answer any questions that you might have. Please feel free to ask. Yes, we have a question. الماث عندنا مينيمال، يعني ما عندناش that much math. والسؤال ده بيتهيألي اتسأل في البيزنس. ما عندناش that much math involved in business and economics. مش بالشكل اللي متخيلاه، يعني very simple calculations, very simple formulas. Yes, other questions please. Okay. Which is better to get a star? والله ده سؤال صعب قوي، يعني مش هقدر ابقى يعني if you are a hard worker, you do what you have to do, you follow up معايا على طول، بتحل الهومورك بتاعك، بتattend كل السيشنز، الستار مضمونة في الإيكونومكس أو في البيزنس إن شاء الله يعني. Yes, what other questions? انا دايما بحب ان اللي محتار ما بين البيزنس والايكونومكس يأتند سيشن هنا وهنا
ويقيم الموضوع من وجهة نظره الشخصية، يعني هيرتاح في مين أكتر، بيبان من أول سيشن. هما الاثنين تقريبا فيهم يعني الإيكونومكس في حوالي 30 ل 35% منه بيزنس. اوكي، يو دونت اندرستاند الانتربرايز. الانتربرايز ده الديسيجن ميكر، ده الريسك تيكر، البيزنس مان اللي بياخد القرار انه يخاطر بامواله علشان في الاخر يحقق بروفيت. ده الانتربرايز، ده اللي بيهاير الوركرز، بيشتري الاكويبمنت والماشينري، بيشتري اللاند، بيبتدي يقرر ايه نوع المشروع اللي هيعمله. فهو ده الانتربرايز، الديسيجن ميكر، الريسك تيكر، the person who will risk his money. Did I answer your question, يا مريم؟ Any other questions? Thank you. No, I have no idea about geo and history. I'm sorry. Okay. Since we are not into other questions, I have to thank you all for attending the session and see you soon in the class, بإذن الله. Merci. Have a lovely evening.